الفلوس اللي سابها الوالد دي كلها اشتروا بيها القبر، هل تعتبر دي صدقة جارية؟ يعني طالما أنهم الصدقة الجارية ما تعرفها هي التي تبقى عينها وتتجدد ثمرتها ولذلك يستمر الثواب. أي شيء يبقى أصله ويتجدد نتاجه وثمرته فإنه يصلح أن يكون صدقة جارية، وبالتالي فيعني إذا اشتروا المقابر لمن لا يستطيع ودفنوا فيها يعني لدفن الذين لا يجدون ما يدفنون به موتاهم فله إن شاء الله يحسب له صدقة جارية. طب عايزين يعملوا صدقة جارية يعملوا ايه؟ أي شيء زي ما كما قلنا كتب العلم، المية يعني برادات المياه، النفقة في المساجد، كل شيء يبقى أصله وتتجدد منفعته فإنه يصلح إن شاء الله صدقة جارية.